هاد السنة هذه هاد السنة استثنائية بالنسبة للمهرجان ديال الفروسية، حاولنا دينا الاستعدادات مبكرا واستطعنا نتغلبوا على كاع المعيقات اللي كانت كتعيق هاد المهرجان هذا. كنا درنا اجتماعات مع أصحاب الفروسية وأصحاب التبريدة، سولناهم ناقشنا معاهم شنو هما الأولويات ديالكم وشنو سمعنا منهم. أول مشكل كان كيكون عندنا هو مشكل ديال القطاع ديال الكهرباء على أصحاب الخزاين. هاد السنة هذا تغلبنا على هذا المشكل نهائيا وحلينا المشكل على جميع المهرجانات اللي جايه ان شاء الله، اضافه الى المشكل ديال الماء صافي الشرب والماء للخياله ديالهم. تمكنا نحلوا هذا الاشكال ان شاء الله بالدعم ديال جميع الشركاء ديالنا، وهو على راسهم السيد عامر المحترم سيد اقليم تونات اللي جند كاع المصالح الامنيه كلها حاضره من مبكرا، يعني اول مره يحضروا نهار الثلاث كان المهرجان كيبدا حتى الاربع والخميس، وهذا النهار الانطلاقه ديالو الفعليه. هاد السنه هذه اضافه الى انتم كتشوفوا الملعب متراسي مزيان، يعني قبل انطلاق المهرجان بايام معدوده، حضور مكثف المصالح الامنيه. لاول مره غيتم تحطيم رقم قياسي ديال عدد الحضور ديال السربات، اول مره غيتجاوز عدد السربات 76 سربه، لحد الساعه وصلنا 76 ومازال يلاه ندخلوا شي جوج سربات ولا ثلاثه ما عرفتش بالضبط شكون هما. هاد السنه هذه زدنا اذا غنضاعفوا المجهود، لان مثلا كنا السنوات الاخرى جبنا البارود 500 مثلا عدد البارود، اضطرينا نديروا اضافه اخرى. اضافه الى اهم حاجه وكانت انشطه موازيه كبيره اللي كترافق هذا المهرجان هذا، الساكنه كانوا كيطالبوا دائما بعض الساكنه ديال جماعة التيسير يقول لك خصنا انشطه موازيه اخرى. افتتحنا معاهم درنا اول مسابقه ديال الرمايه وطنيه اللي غتكون جماعة السادسه ومسابقه محليه ديال فن الرمايه. دابا غنحاولوا لان الجامعه ديال دار السلام وجدت فيها مجموعه ديال النقاط اللي كتضيع لنا باش ما نحتلوش المراتب الاولى. هذا العام غندير دورات تكوينيه للفرسان ودورات تكوينيه كيفاش يتعاملوا باش نحصلوا على المراتب الاولى ان شاء الله. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.